اخويا انتوما تزيرية بجاه ربي كثرونا من المنتوج بتاع البلالي، مستحقين برشا منتوج يوسف البلالي. ران راك تخدم بزاف مع تزيريين. انا والله في الخدمه يعني لهنا لا سيكتو دوكا في الفتره هذه الجماهير تاع مولوديه واتحاد العاصمه اي جو تلقى ساعات تزيريه يجوك برشا تزيريه يطلعوا معاك فهمتها. اخر بلاصه تلاقيت فيها وين؟ اخر بلاصه تلاقيت فيها بشناوه قبل الجمهور مولوديه بجمهور مولوديه وين بارك المكشخه وين بارك الطراجي واش كانوا يديروا؟ والله ما نعرفهم، هاك خليتهم قايدين وحدهم يغنيوا لقاو الجمهور يقص فز ويغنوا معاهم فهمتها، كل واحد صانع جو وخليتهم يمشيوا للبارك. على خاطر انا كي تعديت يعني من الخدمه يعني جيت اختفت روحي قصيت قصان تيكياتي ومشيت على روحي. انت ظنك راح تشوف الماتش ماتش مولديه؟ تشوف ترجي انت؟ اي بكشخ يعني. انا تفرجت ديما تراجي فهمتها. واش تشجع مولوديه الجزائر ولا اتحاد العاصمه؟ في الجزائر المولدية مولدية في جي منها البلاد المولدية خويا. وحطات الابطال افريقيا مولدية ثانية يتنافس على بون ماشي يتنافس ولكن يتلعب في اللقب هذا وترجي ايضا واش رايك؟ شكون شكون اللي عنده حظوظ اكثر ترجي ولا؟ بالنسبة لي انا الحقيقة انا الراد تراجي وحتى كما جيتش الراد تراجي يعني باش تبقى ديما تسيبورتي التراجي فهمتها؟ في رابطة الأبطال. إيه في رابطة الأبطال، إيه. في رابطة الأبطال، كان يتيحوا مع بعضهم أنا راني مكشخ. بلايلي زعما يدير حاجة في. أكيد أخي البلايلي راه ولد التراجي راه ثالث مرة يرجع للتراجي راه البلايلي. يعني ولد باب السويقة مش جديد عليه التراجي فهمتها؟ وجمهور التراجي مش جديد عليه يوسف. راك تحكي لي على جوير كان معاقب عقبوه على 4 سنين، كمل خدم، رجع بعد عامين. بداها في جمعية والله نسيت الجمعية اللي بداها ومن بعد رجع للتراجي هزوا الشامبيونز ليغ في 6 شهور. جوير جا للتراجي جاي ستار وخرج منها ستار ورجع ستار. في الفترة الأخيرة أنت تشوف بلايلي ومرتاح مع الترجي في تونس إي أنا قلت لك البلايلي راهو عبارة أنا ريت البلايلي قسم راحت لي للتدريب. أنا بالنسبة لي أنا يوسف البلايلي نخزر ولد البارك نتاعنا، عمري ما خزرت له أنا البلايلي يعني كيكوتي يعني جاي من تزير ولا حاجه، ليه ولدنا؟ إيه انا حتى عندي صاحبي تزيري يقول له يوسف البليلي ولدنا. يقول لي راه تزيري انت ولدنا. يعطيك الصحة. فهمتها؟ يعطيك الصحة بارك الله فيك، كلمة للجماهير الجزائرية اللي جاية خاوة خاوة. انت من خاوة خاوة، أنا حتى تزير كي تبدا تلعب في الأفريق راني نشجع تزير بقلب ورب. خويا مع الأفريق جيرين من أول الدنيا. جيران من اول الدنيا والدم تخلط مع بعضه من اول الدنيا فهمت، من قبل ما نتولدوا حتى احنا. حتى كي تسال كبار يقول لك تزير تونس خاوه خاوه، ما عندك ما تحكي فيه الموضوع فهمتها. خويا وان شاء الله ديما نتلاقاو وديما نلعبوا ماتشات مع بعضنا و... ان شاء الله ان شاء الله وكثرونا من منتوج البلالي بجاه ربي ان شاء الله. وتو جاي زاد كثرونا من البلالي وتو جاي والدنيا حتى تو جاي ولدنا راه يعني كان يحكينا على بليلي ما تنسيش تو جاي زيد تو جاي راهو كابيتين زيد راهو في المكشخه راهو بعد بن حميد راه بالرغم انه تزيري يعني وفما ولاد المكشخه والدنيا اما سي فما جواراتك اللي يدخلوا للخلب راه فما جوارات يدخلوا للخلب ما عادش تحسب تزير ولا مش تزير هذاك ولدنا احنا احنا كمكشخين هذاك ولدنا هذاك شنو نعرفه وخويا ان شاء الله ربي يبقي عليهم ستر وان شاء الله يعطونا كل شيء للمكشخه وان شاء الله نهزوا به شامبيونز ليغ يا خويا البلاد ان شاء الله نخدموا وانا قلت لك وما هيش جديده عليه هزها مرتين قبل راهو هزها ستار مش هزها يعني كجوير من البنك ليه جوير يعني في بلاصته يعني كلمه تنجمش تستغنى عليه والحق نتاع ربي اقسم بالله من اكثر الانتدابات اللي فرحت بها من السنه رجعت يوسف البلاد تراجي ناقصها البلاد يعطيك الصحة تراجي نخدم عايش 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 خويا والجماهير الجزائرية اللي موجودة في تونس ثاني خويا ربي يبقى عليكم الستر خويا ورانا خاوة خاوة هكا ولا هكا راه